من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد عمر محمد. عمر، ضعنا في آخر المستجدات وردود الأفعال على حادثة إطلاق النار من قبل الشرطة على الرجل الأسود. أهلا لنا. جايكوب بليك البالغ من العمر 29 عاما يرقد في المستشفى في حال حرجة حسب تصريحات حاكم الولاية و قائد الشرطة في ولاية ويسكانسن أيضا. الأمر الملفت هنا أن إطلاق النار كان من الخلف، وأن هذا الرجل جايكوب بليك كان تحت سيطرة شبه كاملة من قوات إنفاذ القانون من الشرطة. إطلاق النار وقع أمام ثلاثة أطفال هم أخوة بليك الذين كانوا في سيارة الدفع الرباعي الذي كان يريد أن يستقلها. بليك كان يفصل بشجار بين امرأتين، وقع بين امرأتين في مدينة كنوشا في ويسكانسن الأمريكية. الاشتباكات أو أعمال العنف اندلعت بعد مقتله ما حدا بسلطة المقاطعة إلى فرض حظر للتجوال، استمر حتى السابعة صباحا بعد أن سيطر المتظاهرون الغاضبون على المحكمة الإدارية في مدينة كنوشا. حاكم الولاية توني إيفرز قال أنها ليست المرة الأولى التي يصاب بها شخص من أصحاب البشرة السوداء أو يقتل بسبب تصرفات عناصر الأمن. أود الإشارة هنا إلى أن هذه المدينة هي مدينة ديمقراطية أخرى تضاف في سلسلة أعمال العنف وإساءة استخدام السلطة والقانون، ما يعرف بالاستخدام المفرط للقوة. الآن لدينا كنوشا التي تضاف إلى مدن بورتلاند أوريغون ومدينة شيكاغو، وأيضا يعني ما يجري في كورتلاند في كاليفورنيا بين الحين والآخر. يتحدث الأمريكيون عن الأمر المؤسف والمحزن، وهو أن الموقف لم يكن يستدعي كل هذه القوة، لكن كما يقال نحن بانتظار التحقيقات الكاملة ليس فقط لشرطة المدينة وشرطة الولاية، لكن أيضا الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي حسب ما علمنا تدخل في هذا الملف ليفصل فيه لنا. أشكرك جزيلا عمر محمد مراسل الغد من واشنطن.